دائما كل يوم احد احنا نطلع وياكم على ابرز الاحداث والاخبار اللي صارت في اجازه نهايه الاسبوع وفي هذا الويكند، وايش اكثر الاشياء اللي تم تداولها ايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان على الصعيد المحلي او العربي او العالمي بشكل عام. ومن هذه الاخبار واللي بصراحه لازم احنا نوقف يعني عند هذا الخبر، عند هذا الشيء اللي انتشر بشكل كبير، لان دائما الاشياء الهادفه والاشياء يعني اللي فيها رساله واللي صاحبها حاب انه يوصل يعني رساله معينه من خلال هذا العمل او هذا الفيديو، واللي يبين اصلا من اول وهله ان فيديو مشتغل عليه ويعني باذلين فيه مجهود جبار الشباب، احنا لازم نوقف ايضا ويعني نطلع على هذا الموضوع اكثر. علشان كذا من يوم الجمعه في فيديو انتشر وكان يعني من ضمن هاشتاج اوقفوا تسريح العمانيين اللي كان يمكن فعال الفتره الماضيه والى الان لا زال يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في تويتر. هذا الفيديو جاء ضمن هذا هذه الرساله وهذه او هذا المسج اللي كان اللي الناس حابه توصله دائما. فمن اللي سوى هالفيديو معانا على الخط مثل ما قلت قبل الفاصل الزميل والصديق مهند العدواني، مساك الله بالخير مهند. حياك الله عزيزي، اهلا وسهلا، شو اخبارك كيف صحتك؟ انا حبيت عزيزي كذا فانه يعني حسيت اني يعني اليوم خليكم رسمي نكون رسميين اليوم، لا ما دام انت في ادرينالين الموضوع ما يحتاج لاي رسميه. مهند يوم الجمعه انت نزلت هالفيديو قبل يمكن قبلها بيوم او في نفس اليوم انت يعني عملت ترويج بسيط لهذا الفيديو من خلال بوست نزلته على الانستغرام. قبل ما نتطرق لكيف تم تصوير الفيديو لان هذا محور يعني راح نتطرق له ان شاء الله بعد شوي، لكن الفكره من وين جت مهند؟ الفكرة أبدا ما كانت فكرتي. الفكرة شمقي كنا قاعدين نتغدى في البيت. أيوة. وتواجهت مقال مهند ترحوني عن العمل. حلو. وهو عنده عرس بعد شهرين كان مفترض. أيوة. وبسبب إنه تم تصريح عن العمل أجل عرس الرجال وتوقف البناء عنده وإلى أمور أخرى يعني ما نتطرق فيها نحن في الراديو. ومن هنا قال لي مهند ليش ما تسوي فيديو بصفتك تسوي فيديوهات يعني ليش ما تسوي فيديو انه تشرح المعاناة اللي نحن نمر فيها مسرحين العمل بشكل عام. فلما شفت التسريح وش يسوي بالمواطن العماني الشغال يعني شيء يعني يعور القلب القلب يعني يعني نقول اذا شخص عادي ما عنده التزامات ما في مشكله، لكن شخص عنده التزامات مقدم مهر قاسبني بيت وراء اقساط سياره فهم. فحتى لو تشوف في الفيديو ان الاشياء اللي كانت موجوده كلها تتمحور على نفس الموضوع. ايوه صحيح، لانه الشخص العماني تاثر صراحه يعني هذا الشيء ملموس ما انه نحن طلعناه. أيوة. من العدم. ايوه شفنا يعني شخص كان قاعد جنبي يتقدم معي وهو يشرح لي يعني هذا هو سؤالي كان لك مهند، يعني في بعض الأفكار ممكن هي تكون موجودة بس ما نحس فيها يمكن إلا لما نلامسها أكثر ولما نعيشها بطريقة أو أخرى. فيعني أنت جبت الفكرة من واقع أنت عشته، خلنا نقول اليوم من واقع عشته وشفته قدام عيني طبعاً. أيوة. طيب من بعدها جتك الفكرة أن هذا الموضوع اللي أنا أريد أتكلم عنه. الفيديو كان صامت ودائما الفيديوهات الصامتة ما تكون صعبة في إيصال الرسالة عادة، خصوصا إذا كان من غير صوت أبدا في الفيديو. كيف تم يعني قولبة هذه الفكرة بهذه الطريقة؟ طبعا الفكرة أنا متعمد أني أحطها بدون ولا كلمة. زين، انه الشخصية اللي انا مثلتها هي كان شخص مسرح عن العمل. زين، الشخص المسرح عن العمل ما يقدر يعني يفرض رأيه او يتكلم لانه هو شخص يعني في نقطة ضعف نقدر نقول. ايوه فهمت. ففي الفيديو كان ما في ولا كلمة الا كلمة واحدة اللي هي تبع البنت طبع البنت. أيوة. الصغيرة اللي هي تقول ابوي. ايوه بس فهمت. فهنا اريد ابين براءة الاطفال لان الاطفال ما يعرفوا ايش صاير. فهمت. يعني وش ذنب الطفلة اذا مصروفه يومي ما يمشي. فهمني؟
فهذه الكلمة أنا كنت البنت اللي تنطق فيها لأن البنت بريئة ما عارفة وش اللي صاير. صحيح. لو هي كانت مؤثرة جدا خصوصا في نهاية الفيديو مع انتقال الموسيقى أيضا واختلافها في نهاية الفيديو كانت مؤثرة، ويعني للي يمكن ما كان عارف الوضع وما عارف إيش المشاعر اللي ممكن أن الشخص يعيشها لما يكون في هذا الوضع أو في هذا الظرف، خليتنا إحنا نحس فيها صراحة، سواء كان اللي يشتغلوا واللي مروا بهذه التجربة. شيء أكيد أنا ما بفرحان يعني العمل وصل بذورة وصلت، الرسالة كانت مفهومة الحمد لله رب العالمين، يعني الكل فهم الرسالة بلا استثناء. أيوة. وإن شاء الله يصير حل هذا الموضوع إن شاء الله بإذن الله. طيب الحين نروح لطريقة تصوير الفيديو. أنا شفت كم فيديو خلف الكواليس وكان هو طريقة التصوير اللي هي وان شوت يسموها، يعني بوان تيك، يعني بلقطة واحدة ما فيها أي قطعات. كيف جت هالفكرة ومن كانت فكرة الفيديو هذا أن يتصور بهذه الطريقة بعد؟ أوكي، طبعا فكرة التصوير الوان تيك كانت فكرتي أنا أنه انقرب شيء جديد في الإخراجيات. أيوة. تصوير الفيديو وان تيك العادة ما يكون صعب. ليش؟ لأنه كان عندنا أكثر من باكراوند. أيوة. يعني الخلفية اللي وراي. أيوة. وكل ما تتغير الخلفية أنا أقصد فيها شيء معين. أيوة. حتى من الألوان اللي أنت اخترتها في كل لون في رمز حاله يرمز لشيء ممكن نتطرق عليه بعدين. حلو. فحسيت أنه الوان تيك إذا جربناه وضبط بيسوي يعني كيف نقول أتنشن على قول صمت الفيديوهات. أيوة. فالحمد لله مع أننا نحن عدنا الفيديو 15 مرة زين وضبطت في الرقم 16. أيوة. فالحمد لله يعني تجربة حلوة بس كانت واجد صعبة صراحة. صعبة. كم الفريق العمل اللي اشتغل عليه كم شخص تقريبا؟ لأن يعني شوف لما نشوف الفيديو ممكن نشوف أيادي تدخل في ألوان تتغير ورا، في أشياء تدخل من قدامك أيضا، في ملابس تتغير، كم شخص احتاج هالموضوع كله؟ بالضبط نحن طاقم العمل الكلي وانا معاهم 15 شخص. 15 شخص على فيديو لدقيقة واحدة. لدقيقة واحدة زين، واليوم ان شاء الله بنزل كواليس بحسابي الرسمي ان شاء الله. جميل جميل جدا. يلا حتى الناس يشوفوا الحركة اللي صارت. ايوه 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 حلو، علشان بعد ايضا المجهود اللي بذلتوه ما يعني لازم الواحد انه يشوفه، ولازم الواحد يعرف ايش المجهود اللي خلف هذه الدقيقة اللي احنا شفناها، انه في مجهود كبير في طاقم ايضا عددهم اكثر من 15 شخص اشتغلوا على هذا العمل، في ترتيب صار لمدة يعني ايام قبل للالوان اللي وراء للملابس نفسها للاشخاص اللي راح يشاركوا التمثيل. مهند الفيديو رائع والفيديو وصل رسالته ولامس قلوب الجميع يمكن، ولامس مشاعر الناس بشكل عام، واحنا حاب يعني دائما الرسائل هذه لما تكون موجودة كفيديوهات وتوصل بشكل سريع من غير ما تحتاج انها مثلا تلقن عن طريق شخص معين او واحد مثلا ينازع او تلعب على مشاعر معينة، الفيديو خير الكلام ما قل ودل دائما يقولون. وشكرا لانك محورت على هذا الموضوع تو. بالعكس بالعكس. ناس واجد اخر فترة يعني لما يطرحوا موضوع او قضية في المجتمع صايرة يبدا بالصراخ، يبدا يعني في كلام احنا ما نتلفظ فيه. صحيح. فهذه الكلمات ما توصل مكان. اذا انا بفتح التلفون واصرخ كل يوم واصرخ فيها ما حد يسمعني. صحيح. صحيح. فكانت فكرة الفيديو بعد خير الكلام ما قل ودل. جميل. يعني احنا نخبركم وش الرسالة بكل احترام بكل تقدير، يعني بيتقان على قولتهم زين عشان ما نكون يعني يعني كما باقي الشعوب مرة. أيوة 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 صحيح صحيح. يصرخ وليش تصرخ يا أخي يا رجل؟ وصل رسالتك بطريقة راقية وبطريقة مفهومة وخلاص. أيوة. سويت انت عليك. نحن في نهاية شعب راقي. صحيح صحيح بالفعل. أيوة. ما يناسبنا الصريخ و جميل كلام العالي يعني ما يناسبنا ابدا. ايوه. طيب مهند اليوم في يعني عتب دائما على مشاهير التواصل الاجتماعي، وشوف في تويتر اول ما ينطري المشهور العماني يقولون لا والله هاي ما فالحين يسووا شيء، ما فالحين الا مثلا يضحكونا فقط. انا ما بذكر بعض المصطلحات اللي هم يستخدموها خصوصا شعب تويتر، تحياتي لهم هم يتابعوننا الحين. لا شعب تويتر لا تغلط عليهم ترى. ما نروم على تويتر احنا. فدائما في عتب على مشاهير التواصل الاجتماعي هم ما يقدموا رساله يعني واضحه، مع ان انا اعرفك مهند شخصيا في العديد من الفيديوهات ومن من من
زمان يعني انت كنت تحاول انك بين فتره وفتره، ما نقول انه ما 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 في فيديوهات للضحك كل للوناسه ولراحه البال، لكن ايضا كان لك فيديوهات عديده، يعني مش هذا مش اول فيديو انت تسويه في رساله وفي ايصال ايضا لموضوع مهم جدا. فنتمنى ان دائما تكون هذه النوعيه من الرسائل ومن الفيديوهات ايضا انها تكون موجوده باذن الله. كلمه اخيره حاب توجهها للي يسمع، كل شاف الفيديو واللي سوى ريتويت ونشر الفيديو ومهند واشتغل على الفيديو وكل شيء، ايش حاب تقولهم اليوم؟ اول شيء اشكر طاقم العمل ويترأسهم المخرج العمل كان ناصر الدرعي، وجه له التحيه، واوجه تحيه لكل طاقم العمل المحترم، فاذا ذكرت اسمائهم دول يمكن بخلص ساعه 7. اشكر جميع الشعب العماني على نشرهم الفيديو، على تفهمهم السريع للفيديو، يعني ما يعني صراحة أنا أقول لك هذا يعتبر من أقوى الفيديوهات اللي أنا سويتها وانتشرا يعني بسرعة كبيرة. الجمهور كان معي 100%، الرتويتات ما توقف، ما أعرف وش أقول، ما أعرف كيف أشكرهم زين. أتمنى يعني في المستقبل أن نسوي مستوى الأعمال وأن نكون موجودين لما تصير قضية ونحلها بهذه الطريقة ويكون فيها حل، صحيح. ما في النهاية بس نسوي فيديو ويضرب ترند، ما المغزى ما هنا، المغزى أن تنحل أيضا بعد هذا الفيديو يصير في حل لهذا الموضوع بإذن الله، فاهمني؟ ومرة ثانية أي شكري للشعب العماني صراحة أحلى منه ما في. طيب مهند، شكرا على ايضا هذه المساحه اللي قدمتها للشبيبه فأمن، نتمنى لك كل التوفيق. انت مش غريب علينا، يعني انت مش غريب علينا، منا وفينا مهند. ما بينا طيب مهند، شكرا، يومك سعيد. الله عليك، حياك الله.